راديو أورينت يقدم الأدب السوري الجديد، قراءات وحوارات في العمق مع أدباء ومفكرين أسهموا بتطوير الأدب السوري وتجديده. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الأدب السوري الجديد. رح أكون معكم أنا ماهر أبو علي إعدادا وتقديما، وعلى الإخراج الإذاعي حسين. ضيفنا اليوم كاتب وشاعر سوري تنقل في أعماله بين الأدب والنقد والشعر، شارك في عدة مهرجانات محلية وعربية، حصل على جوائز عربية وعالمية منها جائزة البردة العالمية في الشعر الفصيح من دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2015، وجائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2016 في فرع النقد عن كتاب البعد الثاني. صدر له العديد من المؤلفات والمقالات في النقد والشعر والرواية. دعونا نرحب بضيفنا عبر الهاتف من ولاية هاتاي التركية بابن مدينة حلفاية في ريف حماة، الكاتب والشاعر السوري الأستاذ محمد طه العثمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، ضيفا عزيزا على هوا راديو أورينت. مساء الخير، تحياتي أستاذ ماهر، تحياتي لك ولجميع المستمعين في كل أنحاء سوريا الحبيبة. يسعد كل أوقاتك أستاذ محمد. في البداية نريد أن نعرف من حضرتك، من هو الشاعر السوري الأكثر تأثيرا بالنسبة لك، يعني أثر في بداياتك وجعلك أيضا تعشق الكتابة الشعرية؟ طبعا البدايات دائما تأخذنا باتجاه نزار قباني، يعني الشاعر الذي له سطوة كبيرة على كل الأجيال اللاحقة التي جاءت بعده. أتذكر أنا في بداياتي، أولا طبعا لم يكن هناك شاعر واحد، بل كانت نصوص يعني هي التي تجذبني نحو هذا العالم. كنت أستمع لاستشهادات مثلا من حولي لأبيات المتنبي أو زهير بن أبي سلمى أو لعنترة. طبعا هذا السحر في الكلمة وهذه الاستشهادات هي التي شدتني وسحبتني إلى هذا العالم. هل أثرت أستاذ محمد على أسلوب الكتابة عندك؟ طبعا هي البدايات دائما تكون هكذا أستاذ ماهر، يعني البدايات تكون هي نصوص أو أبيات أو أي شيء جميل يشد الكاتب أو يشد الموهوب نحوه، نحو هذا العالم. فيحاول أن يحاكي أو يضارع أو يشاكل هذه النصوص ويكتب على شاكلتها، لأنه يرى فيها يعني الجانب الجمالي الذي أعجب الناس. فأنا في بداياتي طبعا كانت هي تجربة نزار قباني الأكثر حضورا في شعري، يعني كنت دائما أحاول أن أمتص نزار، يعني هذا الكلام في بداية الطريق، يعني عندما كنت طالبا في الثانوية يعني في عام 1999 في هذه المرحلة 99 تحديدا، يعني بدأت الكتابة بشكل يعني أتقنت فيها البحور الشعرية وأتقنت فيها، كنت قد قرأت كثير من القراءات، فكانت سطوة نزار قباني هي الواضحة في شعري. يعني بقيت هذه المرحلة 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، ومن ثم هنا يعني بدأت أفكر أنه يجب أن أخذ منحا جديدا لي، يجب أن أنفصل عن هنا. يظهر عند الكاتب مفهوم قتل الأب الروحي، يعني عندما تتكون لديك الشخصية الأدبية وتعرف أنك الآن بدأت تنضج أكثر ورؤيتك للحياة وعمقك عمقك الفكري عمقك الفلسفي، تبدأ هنا مرحلة قتل الأب الروحي أو الأب الشعري لك. نعم أستاذ محمد، كيف تنظر إلى الحركة الشعرية والثقافية حتى في سوريا قبل الثورة؟ هلا لا يمكن أن ننكر أنها كانت جيدة إلى حد ما، لكن بعيد عن المؤسسات الثقافية الرسمية، أنا هذا رأيي. يعني كان هناك في حضور لأسماء شعرية مهمة في سوريا أو في خارج سوريا، يعني طبعا لأن الكاتب السوري برأيي كان حاضرا عربيا وبقوة، يعني كنا دائما نشهد أي جائزة، أي تظاهرة ثقافية، أي مهرجان، كان للكاتب السوري فيها حصة الأسد. فلذلك بعيد عن المؤسسات الرسمية والأيديولوجيا الفكرية السياسية أو العقائدية،
نجد أن الكاتب الدستوري كان له حضور مميز، وهناك أسماء كثيرة يعني قبل الثورة كانت حاضرة وبقوة ولها طابع جميل في شعرها وفي صياغاتها وفي تكنيكاتها الإبداعية. نعم، ربما سنأتي إلى هذا لاحقا، لكن أستاذ محمد، كما أعلم بأنك لم تنضم إلى اتحاد الكتاب العرب في سوريا، أليس صحيحا؟ طبعا أنا لم أن لماذا يمكن أن نعرف؟ ليس فقط اتحاد كتاب العرب، يعني أنا كنت أرفض الانتماء للكيانات التي تخندق وراءها آلاف المتشابهين. يعني أنا برأيي أن يعني الكاتب أو الحالة الإبداعية الحالة فردية بالدرجة الأولى، والكاتب الحق هو يعني بمثابة نبي، فلذلك أي حالة تشابهية قطيعية هذه تخد يعني تحد من فضاءات الكاتب. يعني وهناك أيضا أمور أخرى، يعني الركض وراء المنفعة المادية أو المعنوية طبعا ضمن اتحاد كتاب العرب، أو التمسيح الجوخ لاعتلاء هذه المنابر أو هذه المنافع. فأنا كنت مصرا أن أبتعد عن كل هذه الكيانات، يعني وكنت مصر أيضا أن أرسم طريقي ضمن فضاء ليس له سقف أو إيديولوجيا. لذلك ابتعدت عن كل هذه الكيانات او هذه التحزبات، وحاولت ان تكون نشاطاتي يعني نشاطاتي ضمن نشاطات اهليه او جمعيات غير مؤدجه. فلذلك اذا عدت الى يعني اردت ان تبحث عن مثلا نشاطاتي ضمن المؤسسات الرسميه تكاد تكون معدومه، يعني يمكن نشاط واحد. وكنت ايضا في بداياتي، يعني هذا كان النشاط في عام 2002 في مركز ثقافي في مدينة حلفاية، وبعدها أيضا يعني لم أظهر ولا على منبر ثقافي تابع تابع لوزارة الثقافة أو اتحاد كتاب العرب. طيب، بعيدا أحيانا عن التقييد، هل ترى أستاذ محمد أنه فعلا كان في اتحاد كتاب العرب يعني أعضاء ليسوا بمكانهم الصحيح، وبالتأكيد بدون تسمية أسماء؟ يعني طبعا هناك كان، لا ننكر الوضع على ما كان عليه، يعني كان هناك شعراء جيدون وكتاب جيدون، ولكن ظروفهم يعني أو رؤيتهم أو تفسيرهم للوضع الذين كانوا عليه يعني يرون أنهم بحاجة أن يكونوا تحت سقف اتحاد كتاب العرب. ولكن إذا نظرنا للنظرة الشمولية، يعني بالنسبة لي أنا أتحدث، أنا لا مشكلة أتحدث الأسماء. يعني مثلا أنا في مدينة أنا كنت درست في جامعة تشرين وحصلت على إجازة في اللغة العربية، ومن ثم سجلت الدبلوم. بهالفترة هي كانت يعني نشاطاتي في اللاذقية، يعني في بين عام 2002 لعام 2008 نشاطاتي في اللاذقية. اتحاد الكتاب العرب أكثر من مرة، أو نشاطات اتحاد الكتاب العرب أكثر من مرة حاولوا أن يستقطبوني إليها، ولكن أنا عندما مثلا دعيت إحدى المرات جلسة عادية، اتحاد الكتاب العرب كان موجود وأعضاء، من خلال النقاش اكتشفت سطحية هؤلاء وطريقه الاداره التي يقومون بها في اداره هذا النشاط وهذا الكيان. فلذلك قلت لك يعني انا ليس لدي اي ايديولوجيا معينه او تفسير او يعني يقيد مساحاتي، فابتعدت عنهم. يعني هناك كان نشاط مثلا نشاط في جبله، مثلا اذكر نشاط مهرجان العاديات، هو كان جمعيه العاديات، هو نشاط قلت لك يعني جمعيه غير مؤدلجه، وكان يأتي أدونيس، يعني أدونيس وكثير من الكتاب العرب المهمين والأجانب حتى يحضرون فعاليات هذا النشاط. يعني لم يكن لدي أي مانع أن أشارك فيه، وشاركت فيه في أحد الدورات. يعني فهي الفكرة أنه نحن في اتحاد كتاب العرب في حماة أيضا، يعني عندما عدت إلى حماة في عام 2008 وفتحت مكتبة راميتا في كلية الآداب، أيضا يعني صار هناك احتكاك بيني وبعض الكتاب الموجودين في مدينة حماة. فايضا يعني جلستين في حضره هؤلاء الكتاب يعني الذين يتم تحت كتاب العرب، وجدت ايضا لا يختلفون نهائيا عن اتحاد كتاب العرب في اللاذقيه. بالتاكيد، وانت يعني كما فهمت من حضرتك بانك تريد ان تبقى حرا طليقا يعني بكتاباتك. تماما. طيب نعم. استاذ محمد، برايك هل اخذ الشعراء حقهم في سوريا قبل الثوره؟ سواء طبعا السؤال موجه سواء لحضرتك على الصعيد الشخصي او حتى على صعيد الشعراء بشكل عام. كما ذكرنا قبل قليل، يعني هناك أسماء أخذت حقها وانتشرت عربيا، ولكن برأيي كانت منصاتها التي روجت لها ليست سورية،
يعني المنصات الرسمية كانت مليئة كما تحدثنا يعني بالفساد ومحسوبيات. يعني من الصعب بمكان أن يخرج الشاعر ويتميز دون أن يكون هناك له يعني يد تساعده. طبعا وكلنا واسطة يعني. قرأ من طبعا من قرأ طبعا هناك رواية جميلة جدا لصديقنا الكاتب الكبير فواز حداد، هي من آخر أعماله الشاعر وجامع الهوامش. هي هذه الرواية تتحدث عن هذا الموضوع تماما، أن هنالك شاعر يعني برز وأصبح اسما مهما في سوريا، و يعني له المنابر وله المحافل، وهو يظن نفسه أنه من صنع نفسه بنفسه وبجهده. طبعا وهو يعرف أنه شاعر إمكانياته أمام شعراء آخرين عادية. فاكتشف في المستقبل، هكذا يعني توحي قصة الرواية، أن هناك يد خفية كانت تساعده وتهيئ له الطريق لتورطه في قضايا أخرى، ومن ثم يكون جاهز لهذه المرحلة من الحرب، مثلا تمجيد السلطة في الثورة أو ما بعد الثورة، تمجيد السلطة وأن يكون أبوقا. وعندما رفض كشفت له العديد من القضايا التي كانت موجودة عليه سابقا. فلذلك يعني نجد قلما نجد يعني شاعر تميز وتقدم على قرانه من دون أن يكون هناك له تنازلات أخلاقية أو غير أخلاقية. يعني قلة جدا من تعاملوا مع هذه المؤسسات ولم يقعوا في هذه المطبات. طبعا لا يمكن أن ننفي يعني ذلك، يعني سياسة الإقصاء التي طالت مرحليا وكليا بعض التجارب المهمة جدا أيضا. أو أن هناك بعض الشعراء هم من نأوا بنفسهم عن تلك المنابر الرسمية بموقف شخصي أو سياسي في الوقت الذي كانت فيه الصحافة العربية أيضا يعني منبر واسع لهم على نحو عام، والصحافة اللبنانية طبعا على شكل خاص. يعني طبعا هذه إحدى المعاناة التي كان يعاني منها الشعراء والأدباء في ظل النظام في سوريا. أستاذ محمد، ما هي القضايا التي كان محظورا على الشعر أو على الشاعر وعلى الأديب السوري عامة معالجته أو حتى الاقتراب منها؟ طبعا يعني هذا الأمر الذي نريد نتحدث عنه، نضع المفارقة يعني بين قبل 2011 وبعد 2011، انتخاب السلطة وممارسات السلطة القمعية أو المطالبة بالتغيير، الحديث عن المعتقلات أو الكتابة عن أدب السجون. طبعا التوغل في هذا الحديث يعني في هذه القضايا يعني كلها كانت تمس حياتنا وتمس تفاصيل حياتنا. أنت يعني ممنوع أن تتحدث عن أخطاء السلطة مثلا، أو 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 موضوع اغتصاب الجولان، أو أي قضية أخرى تمس هذه السلطة أو تمس هذه السلطة القمعية. حتى أيضا يعني القضايا التي تمس كرامة المواطن أيضا ممنوع الحديث عنها بعمق. كانت كل الأحاديث التي تدور طريقة قشور. ربما ما عدا ذلك ممكن أن يمر في المرحلة التي جاءت بعد الثورة يعني. ولكن ما أريد أن أوصله يعني الشعراء الذين يريدون أن يكتبوا في المنابر السورية عليهم أن يكون موقفهم السياسي مغيب. يعني حتى لو كان لديهم موقف سياسي أو موقف أخلاقي من قضية معينة، يجب أن يكون الموقف مغيب، لديهم موقف داخلي ولكن في شعرهم في كتاباتهم مغيب. لكن أستاذ محمد، عذرا للمقاطعة، إن كان هذا الفكر أو هذا القناعة دعنا نسميها مغيبة عند الشاعر، هل يستطيع بالفعل أن يكتب؟ طبعا هنا يذهب الشاعر إلى القضايا الإنسانية، إلى القضايا الشمولية، إلى الموقف الإنساني العام، يحاول أن يرمز، يذهب إلى قصيدة يعني إلى موضوع الرمز في القصيدة، ويحاول أن يسقط أشياء على أشياء، يذهب إلى موضوع التوظيف، توظيف التاريخي، شخصيات تاريخية، يحاول أن يلعب ضمن هذه المسارب. ولكن هذه المسارب مهما كان الشاعر فيها صاحب تكنيك عالي وذكي وكذا، إذا لم يضع يده على الجرح مباشرة، هذا الجرح لن يتوقف نزيفه. فلذلك الشاعر يعني هنا نجد الفارق الكبير الذي حدث بين الشعر الذي حدث أو كتب بعد الثورة وقبل الثورة. يعني عندما تتحدث أنت عن قضية إنسانية، عن الجوع، عن الـ الألم، عن ذهابك إلى الطبيعة، عن سقوط بغداد مثلا، عن قضية العربية وقضية نزاعنا مع إسرائيل، هذه كلها قضايا شمولية. ولكن أنت يجب الشاعر الحقيقي والكاتب الحقيقي الذي ينطلق من هم بيته وهم
أسرته وأهم مجتمعه من واقع يعيشه حتى واقع يعيشه ويخلقه بطريقة إبداعية توترية عالية يخلق منها هما إنسانيا كاملا. ولكن عندما يكون هو أنت موضوعك هو الهم الإنساني والسقف الإنساني من خلاله تريد أن تسقط على واقعك الصغير، يعني هنا تصبح الأمور فيها مشكلة حقيقية يعني. طيب أستاذ محمد، على سيرة الفكر المغيب، هل يمكن أن تعدد لنا أسماء شعراء سوريين كان الترويج لهم في ظل نظام الأسد يفوق موهبتهم ومكانتهم الشعرية الثقافية التي يستحقونها بالفعل؟ طبعا هذا السؤال محرج ولكن أنا عادتي صريح. نعم. طبعا إذا ردنا أن نعود إلى الفكرة التي تحدثنا عنها، موضوع اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة وما شابه، الأسماء لا تعد ولا تحصى صراحة. 90% ممن كانوا يوفدون إلى المؤتمرات العربية والمهرجانات التي كانت تدعى إليها وزارة الثقافة أو لها يد بها كانوا لا يستحقون بصراحة. وأنا مرة كتبت مقال وأردت أن أنشره في مجلة محلية، ف يعني ورغم أني قلت لك يعني أنا مبتعد عن المجلات، ولكن هذه المجلة لأن كان لها رئيس تحرير أنا كنت أحترمه، سنتحدث عنه لاحقا إذا أردت يعني أتحدث. يعني كان لديه بعض المناورات، فأنا قلت أن شعراء سوريا شعراء المنابر المحجوزة يعيشون في برجهم العاجي، كان هكذا عنوان المقال. فيعني اقترح علي أن لا أنشر المقال لأنه قد يسبب لي مشاكل أمنية. أنا كنت أرى أن رضا بلال رجب يعني كان رئيس اتحاد كتاب العرب في حماة لا يستحق، كان يدعى إلى مهرجانات كثيرة وإلى منابر كثيرة يعني كان شاعرا موهبته يعني موهبته ضحلي وأدواته الشعرية كلاسيكي عفى عليها الزمن ويقدمونه في كل المنابر وكان أيضا في السرد يعني نضال الصالح الذي أصبح أيضا رئيس اتحاد كتاب العرب في الفترة الماضية ويشبح على الكتاب ويفصل الكتاب أيضا كان يعني حتى هناك يشك من أن يكتب يعني يشك بأمره أن من يكتب يعني هناك من يكتب له مقالاته أو طلابه الذين يدرسهم في الماجستير. هناك كثير قضايا عن هذا الموضوع يعني، ولكن دعني أنا أتحدث عن إمكانياته. ليس لديه إمكانيات متواضعة جدا. أيضا عبد الكريم الناعم أيضا شاعر من حمص أيضا كان يطبل له النظام ويعني كثر هؤلاء الأسماء الذين لكن استفاد منهم النظام الآن. يعني لاحظ أنه حتى ما عدا بلال رجب الذي توفي أيضا في العام الأول من الثورة بسبب مرض، بنزار الصالح أو كريم ناعم أو الأسماء هذه التي يعني روج لها الآن هم يطبلون للنظام يطبلون لقتل النظام للناس ولتدمير المدن فيعني هم فعلا كانوا يعني مواهبهم كانت ضئيلة، ولكن قدراتهم النفخية والزمرية كبيرة. طيب لكن على الجانب الآخر، يعني في الطرف المقابل، تحدثت قبل قليل بأن بالفعل كان هناك شعراء وأدباء سوريون يعني بارزون جدا، هل يمكن أن تذكر لنا شاعر هو الأبرز برأيك في ثمانينيات أو تسعينيات القرن العشرين؟ هذا سؤال محرج جدا. أسماء كثيرة برأسي، ولكن أنا دعني أذكر أسماء كانت بدأت تجربتها في بداية السبعينيات ومن ثم تبلورت في الثمانينيات والتسعينيات وما زالت حاضرة الآن. يعني لكن أستاذ محمد، يعني بس خليني لو سمحت، بالتأكيد أنا لا أريد يعني إحراج حضرتك، ولكن بالتأكيد عندما أنا أعجب بشاعرين أو ثلاثة أو خمسة، هناك واحد أحيانا يعني يتفوق على غيرهم بنظرة. فهمت عليك، ولكن هناك أيضا أنا سأتحدث معك بنظرة نقدية أكثر ما هي نظرة إعجاب. تفضل. طبعا الشاعر الذي يكسب جماهيرية شعبية ليس بالضرورة أن يكون شاعرا مقدراته الشعرية عالية، تمام؟ وأيضا العكس، يعني الشاعر الذي كأدونيس مثلا، أدونيس حقق شهرة عالمية وشهرة عربية وشهرة ولكنه لا يحظى بشهرة شعبية، تمام؟ فإذا موضوع الإعجاب وعدم الإعجاب لا يخضع إلى معيار خلينا نقول معيار واحد، إنما إذا أتينا إلى المعايير النقدية المناهج الدراسية النقدية وكذا، أنا برأيي يعني بهذه الفترة من أهم الأسماء عبد القادر الحصني، يعني شاعر متمكن وشاعر له أسلوبه وشاعر طور في قصيدة التفعيلة، رغم أني تعرفت عليه متأخرا ولكن عدت إلى تجربته وقرأت تجربته منذ بدايتها إلى الفترة الحالية،
فوجدت أنه فعلا يعني كان له تأثير. أنا تعرفت عليه في مهرجان العاديات في عام 2005 الذي تحدثت لك عنه من قليل في أمسية، كانت يعني أمسية كانت أمسيتي في اليوم الذي يليه، ولكن حضرت أمسيته فاستغربت أن لدينا شاعر بهذه القيمة واواوا فتابعته. مثلا في الشعر هناك أسماء أخرى كثيرة من جيلنا، أنا برأيي جيلنا هو يعني جيل الألفية الأولى بعد عام 2000، أنا برأيي أنا هذا رأي شخصي وكتبت عنه ذلك عن ذلك الأمر بمقالات كثيرة وحتى في البعد الثاني وفي ذوق اللصوة في الصورة. جيلنا أنا برأيي هو الجيل الأهم شعريا بعد جيل الستينات، أنا هذا رأيي يعني، ولدي مسوغاتي ولدي يعني لدي مبرراتي نقدية. ولكن عبد القادر الحصني كان يعني من أهم التجارب في الثمانينات والتسعينات، وأيضا ممدوح عدوان. ممدوح عدوان يعتبر أيضا جيل عبد القادر ولكن فارق بسيط عمريا رغم أنه أيضا مات مبكرا. في السرد أنا أرى أيضا زكريا تامر مثلا من أهم الأسماء السردية التي كانت برزت في السبعينات والثمانينات والتسعينات. أسماء كثر يعني أسماء كثر. نعم، الكاتب والشاعر السوري الأستاذ محمد طه العثمان، نتابع حوارنا الشيق معك وبعد الفاصل سنتحدث. أنا أريد أعقب فقط على نقطة يعني أنا تفضل. أريد أيضا عن الأبرز الأبرز الآن الذين يعيشون برأيي أيضا الذين يعيشون إلى اليوم يعني بعيد عن العمر أو بعيد عن متى بدأوا ومتى انتهوا. أنا برأيي الآن أيضا كما تحدثت لك عن فواز حداد، أنا برأيي أهم تجربة روائية سورية وايضا اذا قارناها عربيا من اهم التجارب العربيه. والشعر ارى ان سليم بركات هو الاسم الابرز يعني. بالتاكيد استاذ محمد سنتابع حوارنا معك، ولكن بعد الفاصل سنتحدث عن الشعر والادب ما بعد الثوره، ابقوا معنا. هيك معين بتخلي تحس انه وقال لن تمكث معي ليله اخرى. اجابه السنون دخل شيء ثاني بس ما قصدي كانه حدا ثاني عليك. كنت تعبثين معي. تذكرت عليك 10 ليرات. وركضت ضاحكه الى المنزل، ثم عاد السنون الى الامير وقال فيا ايها السنون ايها السنون الصغير اسكت اسكت وايل. أنا مبتهج لوجود شخص سعيد بحق في هذا العالم. قصص لا تنسى، روائع القصة القصيرة في الأدب العالمي حصريا على راديو أورينت. أنتم تستمعون لبرنامج الأدب السوري الجديد من راديو أورينت. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، كما أجدد الترحيب بضيفي عبر الهاتف بالشاعر والكاتب السوري الأستاذ محمد طه العثمان. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ محمد. مرحبا بك أستاذ ماهر، أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ محمد، ما هو الفرق بين كتاباتك قبل الثورة وبعدها؟ يعني باختصار، هل تجددت لغة الكتابة؟ هل انبثقت ربما مفردات لم تكن موجودة سابقا في شعرك؟ طبعا هلا اذا اردنا ان نتحدث عن موضوع الثوره ومن ثم الحرب، يعني هذا الحدث هو حدث كبير جدا، حدث فيه تحول جذري انساني اجتماعي كل فكري عقائدي، فيه تحول جذري كبير جدا. طبعا الشاعر اذا لم يكن يعني لم يكن ابن التحولات الكبيره واستطاعت هذه التحولات أن تخلخل لديه القناعات وتثير لديه الأسئلة، فإذا هو يعني شاعر، يعني شاعر ذو إمكانيات محدودة، أو لا استطيع أن نكون شاعر يعني ليس شاعرا. فلذلك أنا برأيي أنا بالنسبة لي أنا طبعا أنا خلخلت لدي كل شيء، خلخلت الجملة الشعرية، خلخلت الرؤية، خلخلت التفكير، عادت من خلال الثورة عادت بناء هذه القناعات بشكل جديد تماما ومغاير. نعم تغيرت جذريا، لقد اصبحت يعني اصبحت الجمله الشعريه عندي حصيله خيبي محققه. احتفت بالمفارقه الشعريه، المفارقه الكبيره بين الحلم الذين الحلم واليوتوبيا الذي يحلم به الشاعر وبين الواقع المنكسر المنهزم الذي تآمرت عليه كل دول العالم لكسر عزيمه هذا الانسان. احتشدت الكثير من التصوير الفني المرتبط بالواقع الأليم الذي يعيشه سوريا من مفردات الحرب والدمار وما شبه ذلك والنزوح.
طبعا قبل ذلك كان شعري منشغلا، قلت لك يعني انا واغلب اولاد جيلي شغلنا بالهم العام، القضايا البشريه الانسانيه المشتركه. لكن بعد تلك اللحظه يعني الفارقه تمزق لدي سؤال الهويه، صراحة تمزق بشكل كبير الهوية الجمعية الإنسانية، أصبح عندي. طيب أستاذ محمد، متشظي نعم نعم متشظي لأبعد حد. ف يعني بعد ما هذا السؤال، هذا التشظي ولدته الحرب، وصرت أنتمي بمفرداتي أنا، يعني أنا بعد أكمل هذه الفكرة فقط. نعم تفضل. صرت أنتمي مفرداتي للوطن السوري المتمزق، وأبني عوالمي الفنية الشعرية من خلاله. طيب أستاذ محمد، كيف تنظر إلى مسؤولية الشعراء السوريين أمام الثورة؟ هل أدوا دورهم المطلوب؟ إلى حد بعيد نعم، ولكن هناك ظروف كثيرة لا تساعد الشاعر على يعني على تلبية النداء الحقيقي للواقع الذي يعيشه. يعني مثلا ظروف المعيشة، الانشغال، النزوح الذي حدث كذا. الشاعر يعني هو حقيقة يحتاج إلى لحظة تأمل، إلى لحظة تفكير، إلى لحظة خلق. إذا كان هذا الشاعر الآن منشغل، إذا كان الشاعر الآن منشغلا بتفاصيل حياته، بلقمة عيشه، بتفاصيل دقيقة جدا في حياته، قد تؤثر على جملته الشعرية لأن تكون أكثر نضوجا. ولكن رغم ذلك هناك عدد كبير من الشعراء الذين قدموا التجربة، تجربة الثورة وتجربة الحرب السورية بأبهى حلة. يعني خلقوا من الألم فضاءات إبداعية. يعني من قرأ لنا في يعني في العالم العربي تأثر وأصبحت لديه قناعات كبيرة جدا بأن هذا الكاتب السوري يعني ينتصر فعلا للحقيقة، ينتصر فعلا للإنسان المظلوم الذي صدرت أفكاره وصدرت حريته. لذلك يعني هناك أسماء كثيرة لا أريد أن أحدد أسماء، ولكن هناك أنا برأيي أقل ما يمكن، أقل ما بين قصيدة النثر وبين القصيدة العمودية وبين قصيدة التفيلي أكثر من 10 أسماء. يعني أكثر من 10 أسماء قدموا تجارب حقيقية ومهمة. نعم أستاذ محمد، رواية حربلك التي أخذت شهرة عربية كبيرة، في البداية لو تحدثنا عن هذه الرواية باختصار، وتحديدا ماذا قصدت بقولك في الرواية: وإذا دخلت النساء لعبة الحرب ستكون خسارتك أضعاف خساراتك أمام الرجال الأقوياء. نعم صحيح، هذه آخر جملة في الرواية. طبعا الرواية أنا لم أكن منشغلا بالموضوع السردي. طبعا أنا كنت أقرأ بشكل كبير جدا الرواية العالمية والرواية العربية ومتابع لها، ولكن لم أفكر يوما من الأيام أن أكتب الرواية. لكن في اللحظة التي قررت فيها أن أكتب الرواية، وجدت أنه من واجب كل من يعرف الكتابة، صحفي، شاعر، ناقد، مسرحي، أن يوثق الحالة التي عاشها. لأن كل إنسان سوري أصبح لديه عشرات الروايات، ليس رواية واحدة. يعني كل إنسان سوري إذا أراد أن يكتب لديه عشرات الروايات والقصص. فلذلك من منطلق أنا دائما أتحدث، أقول يجب كل إنسان سوري أن يوثق ما يحصل، لأن التاريخ يزور، لأن الصورة أيضا تطمس. هناك أمور كثيرة تجعل المشهد غائما عند الآخر. فلذلك من الواجب الأخلاقي من يملك موهبة الكتابة أن يكتب. طبعا قد يستطيع أن يعبر بالطرق الفنية العالية، وقد لا يستطيع أن يعبر، ولكن يجرب. لكن الرواية يعني هي دعنا نسميها ربما الطريق الأصح والأسلم للتعبير عما يجري حولنا في الواقع. تماماً. اليوم نعم أستاذ محمد، بسبب طبعا الوقت يداهمنا، نريد أن نفهم بالفعل ماذا قصدت بهذه الجملة التي قرأتها لك قبل قليل، وهي آخر جملة كما أخبرتني في الرواية. طبعا الرواية أبطالها ثلاثة شبان حلموا بالتغيير. طبعا واحد منهم في البداية وقف مع لأنه عسكري ولم يفهم ماذا يحدث في سوريا في بداية الحراك، وكان يعني كان أيضا رغم أنه كان يحلم بالتغيير وكذا، ولكن منطق الذي حدث في بداية الثورة جعله يتراجع خطوة إلى وراء. طبعا أصيب في إحدى المعارك في بدايات الحراك عندما دخل الجيش درعا، فنقل إلى المستشفى. طبعا من اعتنت به هي البطلة الوحيدة أو البطلة الأنثى الوحيدة في الرواية، اسمها لونا. هذه لونا اعتنت به على أنها فتى أحلامها الذي انتظرته سنوات طويلة، وأصبحت يعني تقدم العناية اللازمة، ولكن
تسلسل الأحداث التي حدثت بعد ذلك واتصاله مع أصدقائه صديقيه السابقين الذين انتميا إلى الحراك الثوري وأوصلا له الحقيقة كما هي جعلته بدأ يغير موقفه شيئا فشيئا. وعندما قرر الانشقاق علمت هي بأمره وكان قد حصلت علاقة غرامية وعلاقة يعني علاقة متشعبة بينهما، فكانت هي الطعنة التي غرزت ظهره، فأخبرت عنه هي التي أخبرت عنه المخابرات الذين جاءوا عندما قرر الانشقاق وذهب إلى المكان الذي اتفق مع أصدقائه عليه الانشقاق فتم القبض عليهم. فكانت هي يعني هي لها يعني طول فترة يعني معرفتها بانشقاقه كانت تبدي له الود وتبدي له الحب ولم تغير معاملتها معه نهائيا. لذلك أنا قلت يعني النساء يعني إذا يعني اعتبرت أنه خانها أو خان الوطن، هي اعتبرته أنه ضحك عليها أو خانها. فلذلك اعتبرت أن يعني النساء إذا دخلت الحرب يعني لا تستطيع أن تعرف نتائج الحرب إذا شعرت بأنك جرحتها أو خنتها أو 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 إلى شبه ذلك. نعم أستاذ محمد، لو أردنا أن نتحدث سريعا عن الشعر السوري في ظل الثورة، ما الذي ينقصه اليوم؟ وبرأيك يعني ما هي عيوب الشعر الذي كتب وما زال يكتب في ظل الثورة ويعني ينتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا الآن يعني أصبح الأمر مكرورا بدرجة، هذا الأمر الذي أنا يعني يزعجني، أن أصبح المفردات اليومية والخطاب السياسي هو المسيطر على الجملة الشعرية. الشاعر يعني الشاعر يجب أن دائما أن يخلق مساحات جديدة، أن يخلق يعني رؤى جديدة، أن لا يستكين على ما قدم. يعني مثلا في مرحلة البدايات نعم كانت شعر اليوميات أو كتابة الشعر اليوميات ونقلها كان أمرا جيدا، ولكن الإكثار من هذا الموضوع أصبح حالة يعني لم تعد تقدم شيئا جديدا. أيضا يعني الارتكاز إلى أشكال محددة، يعني الشاعر العمودي لا خلاص يعني لا يرى نفسه إلا في الشعر العمودي ويكتب شعره وتعبيرا عن الثورة في الشعر العمودي. طيب جرب يا أخي، افتح آفاقك على الأنواع الأخرى، ربما تكون لديك يعني أفكار قد تطرح بطريقة جديدة متنوعة متغيرة إذا جربت أن تكتب تفعيلة. وأيضا شاعر النثر لم يجرب أن يغير في أنواع كتابته، فلذلك شعر اليوميات، الشعر الذي يعني مؤدلج في خطاب سياسي مقتصر على بعض الحيثيات، لم يكن هناك يعني تجديد في الخطاب. يعني نحن إذا عدنا إلى مثلا الحرب العالمية الثانية، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أو في بؤرة الحرب العالمية الثانية، خرج لدينا آلاف الشعراء أو مئات الشعراء العالميين الذين قدموا رؤى جديدة مغايرة لما كانت عليه حالة الأدبية قبل الحرب العالمية الثانية. يعني عندما جاء حتى في المسرح، حتى في الرواية، أدب العبث. فنحن الآن ما زلنا نركن، يعني يجب قلت لك الشاعر ابن التحولات الكبيرة، نحن الآن يجب أن يخلق لنا أدب جديد وأفكار جديدة، غير موضوع اليوميات وغير موضوع الخطاب المؤدلج السياسي. نعم، سؤال أخير لو سمحت أستاذ محمد، حضرتك الآن تدير مشروع دار موزايك الذي يحتضن طبعا التي تحتضن هذه الدار كتابا سوريين، يعني يا ريت لو تحدثنا قليلا وباختصار حول هذه الدار، وبالفعل يعني هل تجد فيها الثمار وهي تحتضن فعلا الكتاب والشعراء السوريين في المنفى في تركيا؟ نعم، مشروع دار موزايك نعم بدأ عندما فشلت في الانتماء أيضا لعدة مؤسسات للمعارضة صراحة. يعني اشتغلت في أكثر من مؤسسة ثقافية أو إعلامية، كان دائما كانت الأدلجة وكانت الأفكار التي تأتي من الممول أو تأتي من الدولة الفلانية والتانية هي التي تقود الكاتب لأن يعني يظهر أو لا يظهر. فلذلك عندما فشلت في العمل مع هذه المؤسسات قررت أن أخطو هذه الخطوة. نحن لا نجد أي دار سورية خرجت بعد الثورة لتستقطب الكتاب السوريين الذين كتبوا عن الثورة، وحتى ليس الثورة يعني حتى عن معاناة الإنسان السوري. يعني أنا الأديب السوري لدي، أنا أصدقاء موجودين في مناطق النظام ولكنهم لا غير راضين على المنطقة النظام أو ما شابه ذلك، ولكنهم يكتبون عن الهم السوري. فلذلك أنا في هذه اللحظة وجدت أنه من الواجب الأخلاقي أن أغامر أو أبادر بهذه المبادرة. طبعا هي كانت مغامرة جدا، يعني المال الذي كان لدي لا يكفي لي. لكن الآن هل هي تضم عدد يعني لا بأس به؟
طبعا الآن بعد عام ونصف كل الأصدقاء الذين حولي آمنوا في هذا المشروع وقدموا الدعم، الدعم المعنوي، الدعم الكتابي. الآن الدار أصدرت قرابة 60 عملا. هذه الأعمال بين فيها تقريبا قرابة 30 رواية، بين طبعا النصيب الأكبر منها سوريا، وهناك رواية عالمية وهناك رواية مترجمة، وطبعا كتاب مترجمين سوريين أيضا. ولكن الفكرة أيضا أنها استقطبت أسماء مهمة جدا، يعني الآن نحن لدينا أهم الأسماء السورية التي تكتب في تكتب الهم السوري. وصراحة نحن كسوريين يعني بحاجة كثيرا إلى مثل هذه الدار لتحتضن فعلا الكتاب والمثقفين السوريين. بالتأكيد أستاذ محمد، يعني كان بودي أن يعني نطيل أكثر في الحديث معك، وفعلا يعني هو حديث شيق كان، ولكن للأسف يعني الوقت يداهمنا. الكاتب والشاعر السوري الأستاذ محمد طه العثمان، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في برنامج الأدب السوري الجديد. نتمنى لك مزيدا من الإبداع والصحة والسلامة. شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ ماهر على الاستضافة، وأتمنى لكم التوفيق الدائم ونحو سورية حرة إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله، شكرا جزيلا. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الأدب السوري الجديد، على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة يوم الأحد القادم. دمتم في أمان الله. كنتم تستمعون إلى قراءات وحوارات في الأدب السوري الجديد. إعداد وتقديم ماهر أبو علي، تنسيق المقابلات محمد الأحمد وأحمد الحمصي، الإخراج الإذاعي حسين قسوم.